مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نطالع فيها أهم ما تداولته الصحف العربية والمواقع الإخبارية المحلية والدولية من أنباء وتحليلات. توقعات السياسة الأمريكية الجديدة لترامب في اليمن كانت أولى اهتمامات موقع يمن مونيتور، والذي أورد تقريرا تفصيليا قال فيه إنه وخلال السباق للفوز بمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لم يذكر دونالد ترامب إلا الشيء البسيط عن اليمن والسياسة الخارجية لبلاده القادمة مع السعودية. تحدث ترامب عن اليمن بقدر بسيط خلال لقاء مع شاشة فوكس خلال يناير الفائت، ولكن حديثه يترك الكثير من الخيال. وتحدث ترامب: أقول هذا عن إيران التي تبحث الوصول إلى المملكة العربية السعودية لأنهم يريدون النفط، إنهم يريدون المال، ويريدون الكثير من الأشياء الأخرى التي يجب القيام بها، ويريدون السيطرة على اليمن. بالنظر إلى الحدود مع اليمن بين المملكة العربية واليمن، هي أبرز تطلعات الإيرانيين لمهاجمة السعودية والدخول إليها. واستمر ترامب بالقول يومها: لا يمكن للسعوديين البقاء على قيد الحياة بدوننا، والسؤال هو ما هي النقطة التي يمكننا الحصول فيها على المشاركة، وما هي قدرة السعودية لتدفع لنا من أجل إنقاذها؟ وذهب ترامب إلى أبعد من ذلك ليصرح بأنه في حال وصل إلى البيت الأبيض قد يوقف شراء النفط من السعودية وحلفاء عرب آخرين ما لم تلتزم بالمشاركة بقوات برية في المعركة ضد داعش أو تعوض واشنطن بشكل كبير لمكافحتها الجماعة المسلحة التي تهدد استقرار الدول العربية. موقع المصدر أونلاين أورد العديد من العناوين، بينها: سلطات الحوثيين في صنعاء تمنح ترخيصا لإنشاء شركة اتصالات جديدة، وعنوان من إب: إصابة 3 مدنيين في اشتباكات مسلحة في المحافظة، والحوثيون يختطفون مدنيين. ومن ذات المحافظة: جامعة إب تقبل ملفات 8 مسلحين حوثيين في تخصصات مرموقة بدعوى لجان شعبية. ومن تعز: إصابة مصور تلفزيوني ونجاة طاقم من المراسلين في منطقة الصلو جنوب المحافظة. والحكومة اليمنية توجه البنك المركزي ببدء صرف رواتب المتقاعدين. مؤتمر صالح: القيادة والقواعد. تحت هذا العنوان كتب عبد الملك شمسان مقاله المنشور في موقع الموقع بوست، وقال في جزء من مقاله: باب الوطنية مفتوح، ولا يمكن لأحد أن يضع مفتاحه في جيبه أو يدعي ذلك. يجب النظر بإيجابية تجاه الخطاب الإيجابي والتفريق بينه وبين الخطاب المماثل في ظاهره من الذي يقوم صالح بتسريبه عبر بعض أبواقه بين الوقت والآخر كنوع من الكيد السياسي لأهداف معينة، من قبيل الاستفزاز للحوثيين على سبيل المثال وتهديدهم في خضم الخلاف المتصاعد بينهما. الحوثيون من جانبهم ومن يشابه أباه فما ظلم يجارونه بذات السياسة ويفكرون بطريقته نفسها، وبين الوقت والآخر يسربون بعض الخطاب المتضمن للرسائل المصبوغة في ظاهرها بألوان زاهية والموجهة تجاه الأطراف الأخرى. وفي الغالب يكون الهدف أيضا استفزاز أو تهديد والدهم الذي يرون ضرورة الحجر عليه بوصفه مجنونا أو مصابا بالخرف. الجديد اليوم أن يصدر مثل هذا الخطاب على لسان قيادي في الجماعة ليزعم أن جماعته بدأت بالتواصل مع قيادات الناصر والاشتراكي وأحزاب أخرى ذكر بينها الإصلاح للتباحث كما قال بشأن ما بعد الحرب. من التضليل لأنصارهم واستغفال الرأي العام أنهم ظلوا يرفضون الخروج من المأزق عبر الحوار منذ جولته الأولى التي خاضوها في جنيف، أيام كانوا ما يزالون مسيطرين على عدن ولحج والضالع وأبين ومعظم تعز ونصف الجوف، ويسيطرون على بعض مديريات محافظة مأرب ويحاصرون عاصمتها ويصولون ويجولون في مناطق بالبيضاء وغيرها، ثم يأتون وقد فقدوا كل ذلك وأصبحت أيديهم ترتعش بالأقل المتبقي، فيقوم مع صالح بتبادل التصريح بأسماء الأطراف الأخرى واستخدامها بهذه الطريقة.
كم يبعث على السخرية من أي شخص أن يرى ضرورة الحجر على آخر فيما هو يفكر بذات العقلية؟ توكل كرمان تحاضر في جامعة هارفورد الأمريكية في برنامج زمالة بكلية جون كينيدي، هذا ما صدر به موقع بوست صفحته الرئيسة، وقال إن الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان تزور الولايات المتحدة الأمريكية كمحاضر ضمن برنامج زمالة فيشر التابع لمركز بيلفر في كلية جون إف كينيدي للإدارة الحكومية. وقال الموقع: تعتبر زمالة فيشر التابعة لمشروع مستقبل الدبلوماسية في مركز بيلفر للعلوم والشؤون الدولية في كلية كينيدي من أشهر الزمالات في الجامعة، حيث تستضيف أبرز القيادات العالمية لتبادل خبراتهم الشخصية مع طلاب وأعضاء هيئة التدريس وقيادات الجامعة. وذكر رئيس هيئة التدريس في مشروع مستقبل الدبلوماسية وأستاذ الدبلوماسية والعلاقات الدولية نيكولاس برينس: إن زمالة عائلة فيشر تتيح لنا فرصة استضافة الشخصيات الرائدة على المستوى العالمي لكي يشاركوا طلابنا خبراتهم ولمناقشة وبحث الأسئلة والقضايا الأكثر أهمية على الصعيدين المحلي والعالمي. وستفتتح كلمة كرمان مؤتمر هارفورد العربي السنوي العاشر، والذي سيقام على مدى 4 أيام في حرم جامعة هارفورد. ويعد المؤتمر أكبر مؤتمر عربي في أمريكا، ويتوقع أن يحضره ما يقارب أكثر من 1300 مشارك، بمن فيهم مهنيون ورجال أعمال واقتصاديون ومسؤولون حكوميون وطلاب وخريجون من جامعات رائدة. نذهب إلى قراءة أهم ما جاء في موقع الصهاريج نيوز، والذي جاء فيه: الحرب تدفع اليمنيات خارج التعليم. وعن ظاهرة ترك الفتيات للتعليم، يؤكد وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله لملس بأن اليمن كان قبل الحرب يعاني من مشكلة تسرب الفتيات من التعليم، ولهذا وضعت بالتعاون مع منظمات دولية الكثير من البرامج التي تساعد على تعليم الفتاة، إلا أن الحرب أنهت هذه الجهود. وقال لملس في تصريح للعربي الجديد نقله موقع الصهاريج: إن كثيرا من أولياء الأمور لا يستطيعون تحمل الأعباء المالية المرافقة للعملية التعليمية وإن كانت بسيطة، كما أن كثيرا من الأسر لا تستطيع تأمين عملية انتقال الفتاة من المدرسة إلى المنزل والعكس، لا سيما إذا كانت المدرسة بعيدة وفي ظروف أمنية متوترة، مشيرا إلى أن هذه الأسباب وغيرها أدت إلى تراجع كبير في أعداد الفتيات الملتحقات بالتعليم. وأكد لملس بأن الوزارة ستحرص على إيجاد بعض الحلول لإعادة الطالبات إلى الفصول الدراسية، على رأسها إيجاد بدائل للمدارس المدمرة أو التي تأوي نازحين في التجمعات السكانية الكبيرة، وهذا ما سيسهل تطمين أولياء الأمور على بناتهم بعدما كانوا قد امتنعوا عن إرسالهن إلى مدارس بعيدة. كانت الساعة 5 عصرا عندما مر عمر العميسي من أحد أسواق الحراج في العاصمة صنعاء، ورأى الأهالي يعرضون أثاث منازلهم للبيع وتظهر الخيبة عليهم. وقد كتب عن تلك اللحظة التي توثق لواحد من وجوه معاناة اليمنيين بعد أن اقتحمت الميليشيا حياتهم. ويقول العميسي في جزء من مقاله المنشور في يمن مونيتور: لم أكن أتصور أن أجد في ذلك السوق أثاثا بسيطا وعاديا، والبعض منه متهالك، فلطالما كان منذ اندلاع الحرب قبل حوالي 2 عامين أكبر سوق يلجأ إليه الغلابة والهاربون من بطش الميليشيات. أما الآن يبيع الأثاث الباحثون عن لقمة العيش لسد الجوع القاتل. رأيت في الحراج الكثير من أثاث أسر كان حالها ميسورا وتعيش بأثاث متواضع، أثاث المكافحين والمرابطين اللاهثين بعد لقمة العيش من أجل العيش الحر والكريم. تقدمت وأنا أشعر بمرارة وحزن. تلك الأسرة التي باعت أثاث منزلها وباعت معه ذكريات سنوات عاشت فيها مع ذلك الكأس وتلك الثلاجة، وحتى عروسة الطفلة معروضة للبيع وسيارة الطفل وملعقة الحليب، كل شيء بسيط معروض للبيع وبأبخس الأثمان، والبعض يرمى في الشارع لأنه لم يعد صالحا للبيع. همست في أذن أحد المتفرجين على ذلك الأثاث: ما سر بيع مثل هذه الأثاث المتهالك؟ أجابني بأن الجوع كافر، وذكر لي أن الكثير ممن يعرضون أثاث منازلهم للبيع لشراء ما يشبع بطونهم من الجوع.
وكلما امتدت الحرب وطال عناد المتحاربين، تحولت صنعاء والعديد من المدن اليمنية إلى مستنقع كبير للأمراض والجوع والهلاك، فيما تنضم أسر كانت ميسورة الحال فيما مضى إلى قائمة الأسر الفقيرة. قصص ومعاناة أهل الصحفيين المعتقلين في صنعاء يرويها موقع المشاهد، وينقل عن إحدى زوجات الصحفيين المختطفين قولها: ماذا عساني أن أقول؟ 9 أشهر ونحن نعاني الكثير من الضغوط النفسية، والألم بات لا يفارقني في كل لحظة منذ غيابه عن البيت، وطيفه معي في كل المواقف ولحظات الحزن والفرح، أبناؤه دائما يحلمون به ويتذكرونه في كل لحظة. وتصف محررة التقرير التي أجرت اللقاء إن أطفال المعتقل يتجمعون بجانب والدتهم التي تتحدث عن تحول حياتهم إلى أحزان بعد اعتقال زوجها. ينظر الأطفال إلينا لعلنا نحمل إليهم خبرا عن أبيهم الذي يرزح في سجون الحوثيين. تقول أيضا قريبة أحد المختطفين: إنه 5 أشهر ونحن لا نعرف مصيره أو أين هو، كانت هذه الأشهر ك50 سنة. يتحدث ابن المعتقل لدى الميليشيا: كان والدي لا يغادر منزلنا لكثرة الاعتقالات والمطاردات التي يتعرض لها الصحفيون من قبل جماعة الحوثي حتى جاء اليوم الذي أخذوهم من بيننا. في رحلاتهم يبحثون عن الربيع، يتتبعون الأمطار وحيث تنمو الشجر والزهور. هذه هي قصة العاملين في تربية النحل وإنتاج العسل وفقا لأحد النحالين لموقع عدن تايم، فإن النحال يتنقل بين مراعي النحل في الأماكن والجبال من أجل الحصول على عسل جيد بنكهة الطبيعة وفوائدها، حيث يحمل مناحله معه أينما ذهب. ويضيف: لا بد من التنقل لتتبع الربيع والأمطار والأجواء المعتدلة والمناطق المشجرة، وأهم الأشجار التي يحبها النحل ويجني منها الرحيق هي الطلح والسدر لأنه ينتعش فيها النحل. كما أن من فوائد الرحلات التي يطوف من خلالها النحالون البلاد ويضطرون للمغامرة بثروتهم وبحياتهم أن النحل يتكاثر وينتج مجموعات جديدة، كما يخرج النحل إلى الأشجار قبل إعادته إلى الصناديق الخاصة والتي يبدأ فيها البناء من جديد، حيث يصنع طبقاته بأشكال سداسية عجيبة. ويقول الموقع إن محافظة أبين تعد من أكبر أسواق العسل، حيث يوجد فيها نحالون وتجار عسل ينتمون إلى مختلف مناطقها. مجموعة من الصور توثق لمراحل مختلفة من حياة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشرتها صحيفة الشرق الأوسط، ويظهر فيها ترامب وقد تنقل بين العديد من مجالات الحياة. نتابع الصور. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. قالت صحيفة العربي الجديد إن أطراف الصراع في اليمن تهنئ دونالد ترامب رغم موقفه الملتبس. وقالت الصحيفة: ينظر لنتائج الانتخابات الأمريكية بأنها ستؤثر بشكل مباشر في الملف اليمني، ففي الوقت الذي كان فيه مناصري الحكومة الشرعية يميلون بتأييدهم لمرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون، كان ناشطو جماعة الحوثيين وحلفاؤهم أكثر ميلاً لتأييد مرشح الحزب الجمهوري الفائز دونالد ترامب، بعد أن خرج بتصريحات أثناء حملته الانتخابية
حملت انتقادات للمملكة العربية السعودية. وتتابع العربي الجديد: الانتخابات الأمريكية ألقت بظلالها على اهتمامات اليمنيين ومتابعاتهم خلال الأيام الأخيرة قبيل التصويت، مع تباين في القراءات والتوقعات لتأثير نتائج الانتخابات على مسار الحرب في اليمن. وتعلق العربي الجديد: وكان ترامب قد أطلق قبل أشهر تصريحات اعتبر فيها أن السعودية تخوض حربا في اليمن من أجل النفط، لكنه خفف أخيرا من التعبير عن أي مواقف تجاه الأزمة اليمنية إلى حد جعل موقفه غامضا إلى حد بعيد، الأمر الذي انعكس حيرة وتباينا في قراءات الشارع اليمني. صحيفة الخليج الإماراتية عنونت في إحدى صفحاتها: طواقم منظمات الأمم المتحدة تنتقل إلى عدن خلال شهرين. وتقول الصحيفة إن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى اليمن يزور مدينة عدن العاصمة المؤقتة لليمن منتصف الأسبوع القادم، في سياق اهتمامات الأمم المتحدة بالشأن الإنساني في البلاد في ظل الحرب المستمرة منذ مارس العام الماضي. ومن جانبه أشاد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني اللواء الركن حسين عرب بقرار المنظمات الدولية نقل مكاتبها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، مرحبا بالوقت ذاته بزيارة المسؤول الأممي للبلاد. والتقى الوزير في عدن مع المنسق الأمني للأمم المتحدة فيكتور كوبين والمدير الأمني للمفوضية السامية لحقوق اللاجئين، واعتبر قرار المنظمات الدولية بنقل مكاتبها الرئيسية إلى عدن موفقا وضمن القرارات الدولية الداعمة للشرعية في اليمن. وترى الصحيفة أن اللقاء كان الهدف منه مناقشة الترتيبات اللازمة لعودة كافة طواقم منظمات الأمم المتحدة إلى عدن خلال الشهرين القادمين وفق الجدول الزمني الذي عرض في الاجتماع. صحيفة القدس العربي عبرت في افتتاحيتها عن موقف غير مرحب بفوز دونالد ترامب، واعتبرته تعبيرا عن حالة احتقان يعانيها المجتمع الذي أصبح متجاوبا مع مرشح كترامب. وقالت الصحيفة: تحدث المخرج الأمريكي الشهير مايكل مور قبل أشهر عن أن ترشح ترامب كان مجرد فكرة دعائية لبرنامجه التلفزيوني، ولكنه ما لبث مع النجاح غير المتوقع لأدائه الجماهيري وشعبيته التي أخذت تكتسح كل منافسيه الجمهوريين الواحد بعد الآخر. إن مقاييس الأمور اختلفت، واللعبة الصغيرة تحولت إلى اتجاه سياسي جارف يعبر عن وضع أمريكي وعالمي جديد. وبهذا المعنى فإن ظاهرة ترامب هي طاقة هائلة للتدمير كان المجتمع الأمريكي والعالم يختزنها، ووجدت في ترامب المعبر الأمثل عنها. غير أننا نظلم هذه الظاهرة لو قصرناها على صفات هذه الشخصية الغرائبية التي تجمع بين مزايا متناقضة، من كونه ملياردير ناجحا ومتهورا أفلس عدة مرات، إلى كونه نجما لبرامج لتلفزيون الواقع يدرك سبل التلاعب بعواطف الجمهور، وليس انتهاء بدعم التيارات العنصرية في الغرب له، أو بحكاياته الفضائحية المتعلقة بالتحرش بالنساء واحتقار الأقليات وتجسيده الأنانية التي تحتقر الضعفاء. بالتالي وإذا أردنا فهم الظاهرة التي وجدت ممثلها الأمريكي في ترامب، فعلينا قراءة معانيها القصوى ودلالاتها التي تتجاوز ترامب وأمريكا، رغم أنها البلاد التي يمكن أن تعطيها تأثيرها الأعظم. وممثلوها الآخرون لا يقلون فضائحية وشراسة وخطرا على العالم، وعلى رأسهم أشخاص مثل فلاديمير بوتين وبنيامين نتنياهو وبشار الأسد، كما أن معانيها تشمل بالتأكيد صعود التيارات الفاشية والعنصرية الحديثة في الثقافات العالمية كافة. صحيفة الشرق الأوسط عنونت في إحدى صفحاتها وقالت: تهديد باب المندب قد يقطع كهرباء المملكة المتحدة. وقالت الصحيفة التي استندت إلى التايمز البريطانية أنه وسط تصاعد المخاوف الدولية على ممر الملاحة الدولي باب المندب، وصلت أكبر المدمرات البريطانية تطورا إلى منطقة قريبة من السواحل اليمنية بعدما صعدت ميليشيا الحوثي وصالح هجماتها على سفينة إماراتية، كما أطلقت مقذوفات صوب مدمرة أمريكية. ونشرت صحيفة تايمز البريطانية أن المدمرة
MHS دارينج ستقوم بحماية المصالح البريطانية من الصواريخ الإيرانية بحسب مصادر، لافتة إلى أن المدمرة نفسها ستؤدي عمليات عسكرية مع التحالف الدولي لمكافحة داعش لاحقا هذا الشهر. وأوردت الصحيفة أن الغالبية العظمى من إمدادات النفط والغاز في بريطانيا تسلك باب المندب. وقال بيتر روبرتس وهو باحث في المعهد الملكي للدراسات الدفاعية: إن أي عقبة في المضيق تعني أن الكهرباء من الممكن أن تنقطع عن جميع أنحاء بريطانيا، مشددا على أهمية إبقاء الحفاظ على المضيق مفتوحا. وتعد المدمرة، وهي من جيل المدمرات من نوع 45 بحسب موقع البحرية الملكية. وإلى الخبر الأكثر قراءة في صحيفة القدس العربي، والذي جاء بعنوان: طفلان يمضيان ليلة بجوار جثة والدتهما بانتظار استيقاظها. ووفقا لصحيفة القدس العربي، ففي لفتة غاية في الحزن أمضى الطفلان هارلي 4 أعوام وسكايلر 3 أعوام ليلة الأحد الاثنين الفائتة عاريين بجوار جثة والدتهما بعد تعرضها لنوبة صراع قاتلة خلال تحميمهما في منزلها الكائن في هارتلبول في المملكة المتحدة. تضيف الصحيفة: تعود الأحداث إلى تعرض الأم لنوبة صراع، ولفظت أنفاسها الأخيرة خلال إفراغ حوض استحمام طفليها، إلا أن هذين الأخيرين ظنا أنها غفت فأمضيا ليلتهما بجوار جثتها بانتظار استيقاظها. تتابع القدس سرد التفاصيل: في صباح اليوم التالي غاب الطفلان عن المدرسة، ما دفع بالمديرة إلى الاتصال بجدتهما، فما كان منها إلا أن ذهبت إلى منزل العائلة حيث وجدت ابنتها جثة هامدة. العقلانية والحرية والعدالة. تحت هذا العنوان كتب علي محمد فخرو مقاله المنشور في صحيفة الخليج، وأضاف الكاتب في جزء من المقال: لقد توفرت فجأة مساحة كبيرة من الحرية السياسية والاجتماعية في بداية الحركات الناجحة للربيع العربي في العديد من الأقطار العربية، لكن عدم تجذر مفاهيم وممارسات العقلانية والعدالة في حياة شعوب ومجتمعات تلك الأقطار قاد لارتكاب الكثير من الأخطاء والخطايا في ممارسة الحرية التي توفرت آنذاك. الأمر نفسه حكم ما جرى من حراكات شعبية ضد الاستبداد والفساد في ليبيا وسوريا واليمن على سبيل المثال، إذ غاب التوازن وغابت الضوابط فيما بين الحرية المنتزعة وبين ممارسة العقلانية والعدالة والإنصاف. وها نحن نعيش إلى يومنا هذا نتائج ذلك الغياب المطلوب في الثقافة السياسية العربية. وصلت تلك الفاجعة في خلل الموازين إلى القمة في الأراضي التي غزتها وحكمتها القوى الجهادية التكفيرية، إذ غاب وجود أي من الجوانب الثلاثة إلى ممارسة إسلام بعيد كل البعد عن الرسالة الإلهية. وحتى في الواقع الفكري السياسي العربي تظهر فداحة غياب فهم مجتمعي مشترك لتلك المفاهيم الثلاثة، فاللغط حول موضوعي الشورى والديمقراطية وحول موضوعي الرأسمالية والاشتراكية وحول الخلافة المذهبية وحول مكانة وحرية المرأة. هذا اللغط سيظل معنا لقرون أخرى طالما أن تلك الجوانب لم يحسم أمرها في العقل الفردي وفي العقل الجمعي. ما يوجع القلب هو أن ما يسود الحياة العربية هو ممارسة عكس ما يوجع القلب هو أن ما يسود الحياة العربية هو ممارسة عكس تلك التعابير الثلاث. وبهذه المجموعة من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة نترككم في أمان الله. نتابع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.